مشاهدينا اهلا بيكم. اول فقره معانا النهارده هنتكلم فيها عن وزير الدوله للاعلام، طبعا بنتكلم عن الوزير المصري الصحفي اسامه هيكل. اسامه هيكل وزير السيسي المتحكم في الاعلام ظاهريا، لكن كل اللي في مصر عارف ان اللي بيتحكم في الاعلام لا هي وزاره الاعلام ولا الاعلى للاعلام، بل اللي بيتحكم في الاعلام هو المخابرات وحضره الضابط اللي موجود في مبنى اتحاد الاذاعه والتلفزيون، واللي بيبعت لهم الارشادات والتوجيهات عن طريق الرساله اللي بتيجي من التليفون السامسونج. قبل ايام تصريحات خرجت عن وزير الاعلام نشرها الصفحه الرسميه لوزاره الدوله للاعلام، قال فيها اسامه هيكل وزير الدوله للاعلام: الاعمار اقل من 35 سنه ويمثلوا حوالي 60 او 75% من المجتمع لا يقرؤون الصحف ولا يشاهدون التلفزيون، وبالتالي من المهم التفكير في نمط حياة هذه الفئات. ده الكلام اللي قاله أسامة هيكل ونشرته الصفحة الرسمية لوزارة الإعلام بالنهاية أو على بلاطة، بيقول لهم الإعلام المصري فاشل ولا أحد يتابع الإعلام المصري، أكثر من 65% من الشعب المصري لا يتابع ما يكتب في الصحافة المصرية أو يقال ويبث في الإذاعة والتلفزيون المصرية. ومن ساعتها حملة ضخمة جدا وشرسة ضد وزير الإعلام بيقودها بعض رجال عبد الفتاح السيسي في الإعلام، يعني الحرب على بلاطة كده ما بين وزير السيسي للإعلام ورجالة السيسي في الإعلام. يا ترى من ينتصر؟ عمرو أديب، الباز، أحمد موسى، الإبراشي، وطبعا كلهم خلال الأيام اللي فاتت أو اليومين اللي فاتوا في وقت واحد بنفس الرسالة وبنفس الطريقة هاجموا هيكل. أحمد موسى مثلا كتب وقال، أو في حلقة من برنامجه قال: فعلا مصيبة، أو فعل مصيبة ولم يساعد بتصريحاته إلا أعداء الوطن. ده كان كلام أحمد موسى على وزير الإعلام المصري. أما الباز فقال: الوزير الذي ليس له في السياسة أو الإعلام يسير إلى حتفه. أيضا من الناس اللي هاجمت وزير الإعلام بشدة كان خالد صلاح. خالد صلاح اللي كتب في تغريدة بيقول: كنت أظن أن أسامة هيكل تعلم بعض السياسة عبر هذه السنوات الطويلة في البرلمان، لكنه أخفق حتى في إدارة اختلاف مهني وشرشح بالبلدي مرددا نفس كلام كل أعداء مصر، يعني لا تعلمت سياسة ولا إعلام، هل تبحث عن فرصة عمل أخرى في واحدة من القنوات المعادية لمصر مثلا؟ إذا مجرد انتقاد أسامة هيكل للصحافة والإعلام المصري على الرغم من أنه وزير الإعلام وتوصيفه التوصيف الصحيح لعدد المتابعات للتلفزيون المصري اعتبر خاين وبيخدم أعداء الوطن وبيبحث عن وظيفة في القنوات المعادية. ليس الإعلاميين فقط بل الصحافة المصرية أيضا، هذه هي الأخبار المسائية واللي كتبت خطايا أسامة هيكل وزير إعلام ضد إعلام الدولة. مش بس الأخبار أو جريدة الأخبار، أيضا جريدة فيتو أو بوابة فيتو كتبت: نقابة الإعلاميين تدعو لاجتماع عاجل لاتخاذ موقف ضد تصريحات أسامة هيكل. تقريبا نفس العناوين ونفس المنشتات، وده الجمهورية بيقول: الوزير المرتبك والعزف النشاذ، يقصد بطبيعة الحال وزير الإعلام أسامة هيكل. أيضا جريدة صوت الأمة كتبت: وزير ضد الإعلام، هوايته التنظير لكسب مزيد من اللايكات. طبعا الموضوع عمل ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، هاشتاج أسامة هيكل تصدر الترند في مصر لعدة أيام وما زال متصدر حتى هذه اللحظة بعد التغريدات تجاوز 137 ألف تغريدة. حتى ظهور وائل الإبراشي على القناة الأولى الرسمية، قناة الدولة المملوكة للدولة واللي المفروض بتتبع مباشرة وزارة الإعلام المصري، خرج وائل الإبراشي في برنامجه التاسعة على القناة الأولى عشان يذيع تسريب لوزير الإعلام المصري أسامة هيكل، وهو يتلقى على حد تعبير الإبراشي تعليمات من السيد البدوي رئيس حزب الوفد، على الرغم من أن التسريب من منذ عدة سنوات في وقت حكم المجلس العسكري المصري واللي كان وقتها أسامة هيكل رئيس تحرير جريدة الوفد. ومن المنطقي أن يتواصل رئيس الحزب مع رئيس تحرير جريدته، إلا أن الجميع اعتبر أو إعلام السيسي اعتبر هذه خيانة، وأن هيكل بيتم تحويله أو بيتم قيادته لصالح حزب الوفد أو لصالح السيد البدوي أو لصالح قنوات المعارضة. أسامة هيكل رد على هذه الحملة
بتغريدة له على حسابه على فيسبوك، وكتب وقال: صدرت الأوامر بشأن حملة جديدة على شخصي بعد حملة سابقة منذ شهرين، ففي توقيت واحد وبنفس الكلمات شنت أقلام معروف للكافة من يحركها بالتساؤلات نفسها حول ماذا فعلت منذ توليت المسؤولية، ولماذا لا أصمت، ولماذا لا أبحث عن وظيفة أخرى. وأحدهم يتهمني بأن تصريحاتي سأتسبب في عدم إقبال المعلنين على الإعلان في الصحف، لا إبداع على الإطلاق، نفس الكلمات ونفس الأسلوب ونفس التوقيت بنفس الطريقة اللي بيتبعها إعلام عبد الفتاح السيسي مع أي حد يتكلم أو أي حد يقول رأيه أو أي حد يكشف ما يحدث داخل كواليس السياسة والإعلام المصري. خرج رجالة عبد الفتاح السيسي في الإعلام ضد وزير السيسي للإعلام، حتى ولو كان المسؤول الأول عن الإعلام في البلد، إلا أنه ليس من حقه أن يكشف ما يخفيه نظام عبد الفتاح السيسي. هاشتاج أسامة هيكل مازال متصدر حتى هذه اللحظة. دكتور أيمن نور زعيم حزب غد الثورة والمرشح الرئاسي الأسبق قال: لا سبب لدي للإعجاب بأداء زميلي القديم أسامة هيكل ولا بوجود وزارة إعلام أصلا، لكن بحكم معرفتي الشخصية منذ أكثر من 30 عام بأسامة هيكل، هو أشرف وأصدق وأكثر أدبا ومهنية ممن يهاجموه، دندراوي، الباز، خالد صلاح، ما كتبه هيكل كلمة حق ولو كان سببه صراع أجهزة. أما الإعلام شريف منصور فبيقول: يا ريت يا سيد أسامة هيكل توضح للرأي العام من الذي أصدر الأوامر بشن الحملة عليك، ومن الذي يحرك الأقلام ويطلق الألسنة. حسام بهجت بيقول: أسامة هيكل يبقى وزير الإعلام، ودي شاشة القناة الأولى في التلفزيون المصري، بس نشرة التاسعة من إنتاج المخابرات العامة إيجار جديد الشركة المتحدة، ولذلك بتذيع على الهواء تسريب لوزير الإعلام على القناة الأولى في التلفزيون المصري. أما أسامة السيد فبيقول: القناة الأولى المصرية الحكومية بتعرض تسريبات لوزير الإعلام أسامة هيكل، كفاية ضحك بقى يا مصر. بعد ما عرضوا تسريبات لكل من عارض عبد الفتاح السيسي، تلصصوا على الجميع وتصنطوا على الجميع ونشروا أخبار عن الجميع، جه الدور دلوقتي على وزير الدولة للإعلام. السؤال دلوقتي: من سرب لوزير الدولة للإعلام، ومن يقف خلف هؤلاء، ولصالح من يعمل هؤلاء، ومن ينتصر في هذه الحرب؟ هل وزير السيسي للإعلام أم رجال عبد الفتاح السيسي في الإعلام؟